لا ماشي اول تجربه جوستمون. دونك اول تجربه ديالي كانت مع واحد اللبناني دار واحد لا ريبريز ديال واحد الاغنيه تركيه سميتها باوسه اللي كان عندها واحد صدى زوين الحمد لله ودارت واحد 130 ميل فيو سور يوتيوب وشافوه صفا وهنا وقالوا لي علاش لا نخدموا انصامبل قلت لهم مرحبا دونك كانت تجربه زوينه معاهم جي غاردي دو تري تري بون سوفنير وباقي ان شاء الله غادي نخدموا انصامبل دوت شوز لا با دو تو انا التمثيل راه ديما تنمثل في حياتي انا زعما ماشي مع الناس مع راسي تندير تنخدم مع راسي دونك جيكري جو سوي ميم في لو كونسيبت دو ديميسيون داكشي و ان ميم طون تندير انيماتور دونك جو سوي انيماتور دون روبريك وي قريب ان شاء الله الشهر الجاي ان شاء الله جو كومونس ان ميتراج دونك فوالا جو كروز لي دوا وان شاء الله خدمه فوالا دور زوين وفيلم سينمائي ان فات دور سي ديجا الفيلم تيهضر على الاوبرا دونك الاوبرا دو كارمن فيهم دي بيرسوناج وانا جو سوي دودان ان فات يلا قريت on va dire l'ensemble le scénario mais même si je fais le détail donc je suis en train bientôt n'a parlé comme elle à la dope Anna je reste à tenir très intime حياتي الشخصيه mais en même temps vraiment تنحاول j'échange plus تجربه ديالي البروفيسيونيل malgré que ما كاينينش بزاف اللي تيبانوا كاين اللي ما تيبانوش justement مين ان شاء الله تجربه والناس ميعيطوا لي في مي تكون عندي اقبال اكثر من لي رياليزاتور ديالنا المغاربه باسكو سي فري كو انا لو بروفيل ديالي ما باقي ما زعمنش عليه انا غنحاول نزعم شويه ان المعجبات عندك بزاف كيصوروا الحاله العاطفيه ديالك الحمد لله مزيان بخير الحمد لله لا جو ريست جوست سور مزيان الحمد لله جو سوي تري تري بيان